الشعب المصري كله بينادي بيقول مصر صاحب اكبر ثوره شعبيه قامت عشان مصر من اجل مصر لتغيير مصر الاحسن مصر قامت صوح بتنادي بالحريه شعب مصر الشعب المصري كله بينادي بيقول مصر صاحب اكبر ثوره شعبيه قامت عشان مصر من اجل مصر لتغيير مصر الاحسن مصر قامت ثوره بتنادي بالحريه لشعب مصر اسمع يا ريس كلامي كله موجه ليك اسمع يا ريس بص للناس اللي حواليك ملهمش شغلة في البلد إلا التفكير المادي خربوها نهجوا سرقة وقلبوا حالنا في البلد دي 30 سنة من القسوة والفقر والحرمان خلونا نعيش في الذل تعطي راسنا للطغيان لكن وقتها انتهى معجل عايز يعيش جيل بيدور على الحرية أمله ما بينتهيش من يصرف بقى على صوته نفسي أعيش إنسان أكلي شربي شغلي سكني أحس بالأمان ويدي كل طلباته عشان هعمل ثورة لما اترفض وتقال له لا بالنظام كل طوائف في الأمة جمعت للتغيير مسلم مسيح صغير وكبير له حق في التعبير إيد واحدة كانت شعارنا وصلنا صوتنا عرفنا العالم كله قد إيه هي قوتنا الشعب المصري كله بينادي بيقول مصر صاحب أكبر ثورة شعبية قامت عشان مصر من أجل مصر لتغيير مصر الأحسن مصر قامت ثورة بتنادي بالحرية شعب مصر الشعب المصري كله بينادي بيقول مصر صاحب أكبر ثورة شعبية قامت عشان مصر من أجل مصر لتغيير مصر الأحسن مصر قامت ثورة بتنادي بالحرية لشعب مصر أيوه الشعب المصري صاحب إرادة متينة قدرت توصل تقطع تقتل شريان الظلم لينا أخيرا فوقنا قلنا مش عاجبنا حال بلدنا بقوة صرنا قمنا الفرصة هي قدامنا عشان نعيش كرامتنا فوق وناخد كل حقوقنا عشان نقدر نغير ونجدد نعلى بلدنا خلاص عرفنا طريقنا كدبنا بإبناء البداية والكل حاكم ظالم فاسد هتكون النهاية اكتب يا تاريخ النصر في مصر ولسه فيه كمان النهضة بإيد شبابنا أبطال هذا الزمان سجل أسامي شهدائنا شهداء الثورة الشعبية ثورة 25 يناير هو ده العنوان شعب فكر وقرر يقول للظلم كفاية خلي الحرية في مصر يكون ملوش نهاية ومد الدينة زمن الكرامة ابتدى بإيدينا رفعنا علم مصر ومصر عيد بينا الشعب المصري كله بينادي بيقول مصر صاحب أكبر ثورة شعبية قامت عشان مصر من أجل مصر لتغيير مصر الأحسن مصر قامت ثورة بتنادي بالحرية شعب مصر الشعب المصري كله بينادي بيقول مصر صاحب أكبر ثورة شعبية قامت عشان مصر من أجل مصر لتغيير مصر الأحسن مصر قامت ثورة بتنادي بالحرية لشعب مصر